هذا قدر أديسون. حط شوي زيت. اليوم أنا وعدتكم طبعا أني أسوي فيه طبخة لحم حلو قبل يمكن شهرين وما سويت لكم. ليش؟ لأن القدر والله خلص وما متوفر. يمكن رحتوا وشفتوا بعينكم. شوي زيت زيتون، البصل والطماطم، بصل طماطم فلفل أخضر. طبعا في طريقتين، طريقة أنك تستخدم كقدر، اضغط على أي شيء، حط لحم مثلا ولا عشان هو يشتغل الحين حاله، تستخدمه كقدر وتكشن هنا، احنا بوريكم انه كيف بسرعة يكشن، او تبي تحط كل شيء على بارد زي طبخة الدجاج اللي سويتها لكم. طبخة الدجاج اللي سويتها لكم او كل شيء على بارد بيطلع حلو، لكن مو هو مثل الطبخة وتكشين وكذا بس، اللي كل شيء على بارد السريع سريع ازي من شغل الطعام، شيء صحي وحلو. حلو الان ليش سويت الطبخة هذه؟ انا اعلمكم ليش. لأن قالوا الآن طبعا كل أسبوع ينزلون، يمكن نزلوا 6-7 مرات ويخلص ولله الحمد شكرا لثقتكم، ولكن الآن قالوا متواجد بالفروع ولكن كميات ما هي كبيرة، والظاهر هو 4 أحجام يمكن في 3 أحجام أو حجمين. ما أبغى أقول لك وتروح وتتعنى، شوف اتصل عليهم ولا إذا أنت رايح وبعدها بخلص لكم القلاية بروستد كذا. فالآن أبطبخ لكم بطريقتي القدر هذا، وانتو مزاجك تبي كذا ولا تبي كذا. شوف خلال اقل من دقيقة او دقيقة ونص، اسمع، فحرارته عالية جدا، فتبي تسوي كذا. انا من الناس اللحم افضله صراحة، اني شو اسمه احط اللحم خليه يفور، اشيل الوغف هذا اللي يجيك زي الزبد اللي حق اللحم، بعدين اخليه يغلي ابو 5 دقائق واحط الرز عليه كذا. بس الان ما يضر، اهرايفي صغير عطنا اللحم، الرايف صغير ومغسول زين. هذا هو، تبي تحامس هنا حمست بتسوي طبخه، احنا اليوم بنسوي على البارد على قولتهم. شوف ما خلانا يتكشى، عطني اللحم، هذا الحم، تحط لحم الرايف مقطع صغير على كيفكم، بعدين طبعا راح اسوي لكم فيه حاشي وراح اسوي لكم فيه. طيب عطني البهارات والملح ونغسل. شوف الرز هذا، شوف الرز هذا بسمتي طبعا، تبي ابو كاس الشعلان الوليمه رز بسمتي، الحين تغسله وتحط نفس كمية الرز نفس كمية الموية، يعني شايف شلون؟ بنحطه تقريبا، طبعا هذا 5 أكواب. اغسل لي علاوة تفضل. على بين ما يغسل الرز بنحط في تحليل الحراق، بنحط من البهارات، هذه البهارات الغربي موجود عند السيف والعثيم واسترجاع يوميها قبل ما تحصلون هذا، وكل مكان ان شاء الله تلقونها. الشعار تغنيك انك تحط نوع واحد بهارات، والقدر هذا يغنيك على القدور بعد الثانية. تحط لك رشة كذا ابو ملعقة، امسك عاد على حسب رغبتك، تبي حراق هذا حراق، تبي حراق ولا تبي عادي، امسك وحرك لين يجيك الرز. طبعا التحريك ترى مهم جدا، حتى لو جاك تتك الموية هذا مهم التحريك عشان ما يطلع ما تتجبن البهارات مع المكونات، فحرك زين. هذه كمية الرز نفس كمية الموية، حط الموية معه، كمية الرز نفس كمية الموية، وصل الله وبارك. الآن عطني ملح والملح، سهلة ترى الحياة، ترى سهلة. والملح هذا الملح، يعني ما أقدر أقول لك مقدار بالضبط، ملعقة ملعقة ونص بس، يعني دقة عادي، الحياة أسهل مما تتصور. قل وقل شوي شوي عشان الرز ما يتكسر، خلاص نعطني الفلفل. يلا حط باقي هذا حرام نعمة، لا تكبر، حط باقي الرز وذق طعمه، ملح زين، خلاص سكر، حط باقي الرز، خلاص سكر. طبعا انت ضغط عليه، تحط لحم، تحط دقيقة، تحط شوربة، تحط دجاج، تخليه عشان يسخن، التسخين كله واحد، سكر تسكرتي بكل سهولة. هذه تحطها هنا على الفتحة هذه زين، طقيت سكر، حلو، هذه تصير سيدة مضبوط. تيجي عندي هنا تحط له الغاء عشان يطلع صفر، طبعا تقدر طريقة جديدة تحطه كله على البارد على قولتهم بدون ما تشغل. وش عندك لحم؟ اضغط لحم بس، خيارين عندك، 20 دقيقة هو، بعدين طبعا بسوي لكم شرب خبز وحاشي وسمك كل شيء، بس اذا توفر عشان ما حد يهاوشني. هذا الحركة معناها تسخين، بعد ما يسخن يبدا يلعب التنازلي، هذه الحركة تجلس 3-4 دقائق يا ما يسخن، بعدين انتهى العشرين. اوكي شوف حلوين حنا كذا، يلا نحط هذا على جنب.
ونبدأ بالبروستد بالقلاية. طبعا هذا أديسون، هذا أديسون ضمان 3 سنوات. أما البروستد هاي طريقة البروستد، البروستد العادي أبو زيت، ارفع الشاشة، مو لا ارفع الشاشة، اكتب بروستد الغربي جوجل، يوتيوب، تويتر، مكان تحصله. هذا شباعة تنكسر، هذا بلاستيك تنكسر، اصبر هنا، ايوه انكسر. بيضة افتح لي البروستد، طبعا ما في حراق، ما لقينا ببيت حراق لأسباب أسباب عطائية. بكرة نجيب كراتين البيت، أهل المصنع زي ذاك اليوم 4 كراتين يشترونه. برصد العادي، تحط مقدار ملعقة ملعقة ونص، إذا أنت سريع عادي زود. وش بعد؟ بس صح؟ يلا قلب، عطنا جلفس. ما جبنا كز، عادي ما جبنا جلفس عجلين. شفتوا قبل شوي يوم كبيت فيه زي الكور، حلو، ما خفيتها، وريتكم اياها. ليش؟ طبيعي فيه ثوم، فالثوم يتكتل، وما في مضاد تكتل، مضاد تكتل كيميائي، حلو. برصد الحراق احيانا يقولك سعود اللون مختلف، ما في منتج طبيعي، حلو، يجيك 3-4 سنوات نفس اللون. الفلفل يختلف، قطفة الفلفل السنة هذه جاء مطر ما جاء مطر، حتى الحراق هناك اللون او العادي اللون منتج طبيعي. إذا شفت لك منتج طبيعي بالسوق صار 10-15 سنوات نفسه بالضبط وزراعي نفس اللون، أعرف إنه في تركيبات وفي أصباغ وفي ألوان. إحنا ما عندنا كمان، شغلنا طبيعي ولله، ونفس الطريقة العادية. أتحرصون إحنا بالمشي، مع دين ما فيها روائح بسيطة، شو هذاك 17 بدأ ينزل شيء ما أذكر يعني. من ميزات هذه وهذه انا ما تسوي لي حبل بيت وما ادري، هذا احنا طاب جسنا نطبخ بلا مشب امور زين. فتبل احنا بالطريقه العاديه. في شيء غريب اللي هو شو هذا حق الحلاقين، بعد شوي اعلمكم فيه. ترى ما هان تبارك اتحرص حيل ضبطها سهلات الامور، يطلع لك طعم لذيذ ان شاء الله. خلاص جاهزين، يلا احط لكم البوست حق القدر وحق القلايه. طبعا القدر تذكرون سعره، بعضكم اشتراه، اللي ما اشتراه وشاف السعر الاول ترى هذا السعر مع الضريبه الان الزامي، لازم السعر مع الضريبه، فما ارتفع سعره هو. والقلايه عليها عرض ينتهي عروضهم الان لك وللزمن، انتهى نهايه ديسمبر. وهذه طريقه، طبعا في بخاخ الزيت بالاسواق، وفي هذا تشتري من محلات وريالين حق الشعر عادي، حط بزيت زيت وشوف زيت هناك حطينا هنا. ها رش اي رشه بسيط، حتى بتحط زيت عادي ترى في النهايه ملعقه ملعقتين، فهمت؟ هذا يعطي عشان شوف الطحين ما يطلع افا، ما يطلع مجبن طق. اقلبوا لي. طيب انت تلعب عين تقول بدون زيت؟ هي عادي، هي قلايه بدون زيت، تقدر تحطها بدون طحين. شفت الدجاج كيف اسوي فيها بس حط دجاج تبلها وشوف شلون طعمها يطلع. لكن هذا الطريقة ذي عجبتني لأنه يطلع كذا فيه قرمشة زيادة. خلصنا، يلا حطها بالقلاية. طبعا لو تبون نصيحتي خذوا الكبيرة، لأن الكبيرة شوف تاخذ دجاجة، الصغيرة أصغر منها شوي. فإذا تبي نصيحتي خذوا أنت بكيفك طبعا، ولكن خذ الكبيرة أفضل. خلصنا، سكر اللو، امسكها ثبتها النار. خلصنا، شو نحط لها؟ تضغط هذا، تحط عندك هنا، ما يحتاج تنقص وتزود من هنا، عندك هذه خيارات. شوف الدجاج، هذا الدجاج 25 دقيقة أتوقع واجد، المهم افتحها وشوف كل شوي ما يضرك، على حرارة 200 جيب والهواء الحار تشتغل. هناك باقي 8 دقائق. سعود السلام عليكم، كيف حالك؟ يا الله، شوف والآن تنطلع الجهاد في الشوط الأخير، وتبقى دقيقة واحدة وتكون كبسة اللحم جاهزة. الله أكبر، يا هلا بالله وذكره. يلا 1 2 3 4 5. استغفر الله. خلاص الحين عادي تروح تصلي، خله هو يسخن نفسه. شوف قلب على طول تسخين، لو تخليه ساعتين 3 ساعات عادي تجي تلقاها جاهز. حق تحس ان شلون يطبخ، شف بس تفتح برا انه بيطلع لك ريحة. شوف اللي قبل شوي يقول انا طالب الظاهر من السعودية،
حبيبي ادخل حساب الانستغرام نفس حسابي سناب HGS44 حلو. غلطة الغربي واحد في بالكويت واجد ادخل هنا. طيب هذا ما فتحت 14 دقيقة من 25 كم 9 دقائق تعتبر صح؟ 9 دقائق لا 11 دقيقة. شو تسوي؟ اي شيء فيه مقليات خذه نص الوقت حلو وحرك زي كذا شوف مجمد تلقاه لان علاوي صف صف قوي وحركه عشان يتقلب معك او اقلب على الجهه الثانيه. اصبر 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 امسك امسك شوف عط تحريكه كذا هي تطفي الحاله شوف امنه ترجع يشتغل على نفس ما كان عليه فهمتوا؟ يلا الحين عاد نفتح لك الكباسه يظل يسخن الكباسه الى 24 ساعه يظل يسخن. علاوي علي افتح طلع برا وافتح طلع برا وافتح حلو لان بيطلع بخار كميه كبيره. شوف استغرب وين كان هالبخار هذا ليش ما ازعجك وانت تطبخ ليش العمه يا ترى اين هي الحقيقه الغائبه والاسباب؟ هل استوى اللحم مع الرز وانت حاط عباس على دباس؟ هل يطلع طعمه لذيذ او مالح انني نسيت اذوق الملح توني تذكرت؟ كل هذا سنعرفه بعد دقائق. طيب هذا الان مضى عليه خلي يصير 9 دقائق عشان تصير 5 دقائق حلو؟ عادي قلبه مره ثانيه افتح باي وقت 9 دقائق صارت افتح باي وقت قلب طولي منظر شوف اللون جاي وارد عليه يمكن كنا استوى يرجع يكمل. يلا مش نفتح الكبسة بس قلنا نطمن على هذا. يلا افتح نقول بسم الله يا رب يلا عليك تفتح في السوق. هي حليلة هات 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 شفت هذا هذا إذا وقفت اللحم ما يطلع معك بس ما هو فك العمرة. كبو 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 هنا 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 الله يستر أحس رجالاتي قامت تجي يبين كب علي دونك 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 يلا كبه كبه يا رب يجي كعكة من فوق. أيوه هات 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 خنشوف خنشوف نهاية خنشوف نهاية أيوه أيوه اغرف 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 كله 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 والله بعطيكم الطعم الذي أحس. وهذا هو الشغل لا مطعمي ولا مطعمك شغل عزابية شغل. شوف شوف شلون السحار اصبر شوف استواء اللحم شوف شلون استواء اللحم اصبر خليه يبرد شوي عشان اذوق. الله ما اقدر الملح زين انا دليت اني مقلل الملح. وهذه الرزازات تشوفونها تشوفونها بعيونكم هذه اسهل طريق طبعا بسوي لكم بعدين طرق تفنن وشغل لكن هذه هذه اسهل طريق والله. هذه لونها محار هالسويق هذا ما هي بلحيه ساق ولا عجاريد لحيه تصحون من فوقها حيل ورناك وكلسفه والراس والعقب. يا زيد يا زيد خذ من محلة القلب ملاك اصبري شوي جيت بعد شوي شوفون كباساتك والعافية. لو تبي تفنن تبي تحط شو اسمه قل معاي متسابل تبي تحط قل معاي صلصة حط صلصة تبي تحط باك شو اسمه اللي يطلع لك الاصفر كركم حط كركم. يلا نروح نسوي نفتح هذه الظاهر جاهز افتح 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 باقي 4 دقائق صار له 21 دقيقة. تبغى أحلى من كذا؟ تبغى أحلى من كذا؟ دقيقة 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 يعني طلع 25 دقيقة وارت عليه تبغى تشقر زيادة شوف افتح خلاص استوى كذا شوف نزل 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 انت برا يصب علي اصبر 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 يا
يقوم طح 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 يقوم يقوم يحتاج اتذوق اعطيكم الطعم ها يحتاج تذوق اعطيكم الطعم ولا اكتب بين من عنوانه ها وما ابو عزام مش حتقدر تغمض عينيك هذه كبستنا كبست على قولة معزبية بأسهل مما يكون شلون استوى الرز مع اللحم هذا السؤال أنا ما أقدر أجاوبكم عليه هذا أطنوشة ما شاء الله هل توقع أني مستوي خل نشوف بقرمشة ولا ما بقرمشة طب أنا الطعم ما أقدر أنا محط ببرست بهالي هذه أم النكات جرب غيرها وجرب مطاعم وحطها بجنبها وتعرف نقول بسم الله عبر جيرة يا شباب يا بنات شباب بنات وين ابو صالح